أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدعى علماء الضلال مثل ما يدعى عامتهم من الروافض والقبوريين؟ لا شك إن الدعوة واجبة، دعوة واجبة لعلمائهم ولعوامهم، الدعوة واجبة، ولو اهتدى علماؤهم لاهتدت عامتهم، فلو بدي بعلمائهم ويحاول معهم ربما يتوب بعضهم فيكون سببا لهداية كثير من أتباعهم، فالبداية بعلمائهم لا شك أنها أجدى من البداية بالعوام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.